عندك ايه؟ عندي غنى برضو. عندك غنى؟ اه. حلو. بس انا انا الجانب الغني. انت غني؟ اه. اصلا انا الجانب الغني في الحلقه دي. ماشي. هم كلموا عن منتخب مصر. واحد مصري يعني. وازاي مصر تقدر تلعب، انا بتكلم ازاي غانا بتلعب. حلو. شكلها عامل في الملعب ازاي. حلو. وفين مصادر خطورتها. حلو. العكس يعني. احنا جبنا خليفه وشوكه بيتكلموا عن نقاط الضعف، وانت بتتكلم دلوقتي عن نقاط القوه اللي احنا المفروض نتجنبها. بالظبط كده. خلينا نبدا اولا بالصوره التقليديه. ده شكل منتخب غانا لما بيستحوذ على الكوره. 2 4 4 زي ما احنا شايفين، في 2 في الهجوم اللي هم بالمناسبه مش جوردن ايو. الصوره اللي قدامنا دي هي الخريطه الحراريه لجوردن ايو اللي بيميل على الطرف الشمال اكتر طوال المباراه، ما بيخشش المنطقه خالص. معتمد في ده على ايه؟ معتمد في ده على وجود 2، واحد منهم اغلب الوقت موجود جوه المنطقه، والتاني عامل زي الميز رانر بيطلع كتير بره المنطقه يشد مع الدفاع عشان يفضي المساحه للمهاجم التاني. خلينا نروح للصوره اللي بعدها. ده جوردن ايو في 2 4 4 اللي احنا بنتكلم عليها. ده اللاعب رقم 25 انطونيو سيموني. اوضح بس 2 4 4 في الحاله الهجوميه عشان بس يقول لك الخطه 2 4 4 دي. 2 4 4 اللي هو الباكات بيطيروا فبيبقوا 2 4 4 بيزيدوا لحد خط النص. صح. والوينجين منهم جوردن ايو والاثنين المهاجمين. الاثنين المهاجمين واحد منهم بيسقط تحت ال 18 كتير. ممتاز. والتاني اغلب الوقت بيبقى موجود جوه ال 18. هاي. ده اللي انا صراحه سرقتها من صديقي العزيز محمد خليفه. وهو انطونيو سيموني. متحرك جدا، سريع جدا، خطير جدا، بيلعبوا عليه اللونج بول كتير جدا. نظرا حتى هو كان لسه بيستعرض الصور بتاعه منتخب غانا فيه ان هو ما بيضغطش وواقف كله ورا الكوره، فبمجرد ما بيستحوذ على الكوره بيلعب على رقم 25 انطونيو سيموني الكوره الطوليه. نروح للي بعدها عشان نلاقي انه اللاعب رقم 7 رانسفورد يبوا هو ده اللي بيكون متمركز جوه المنطقه اكتر. يبقى احنا كده عندنا انطونيو سيموني بيتحرك بره المنطقه كتير، عندنا جوردن ايو بيتحرك على الوينج الشمال اكتر، وعندنا رانسفورد يبوا هو اللي بيتحرك داخل المنطقه كتير، هو الفوكس ان ذا بوكس بتاعهم يعني زي ما بنقول. الفكره دي كلها معتمده على، في سلايد بعدها لو موجوده ممكن نبدا نجيبها. بالظبط كده. الفكره دي كلها معتمده على ايه؟ بمجرد ما المنتخب الغاني تاخر في النتيجه، فكره ال 2 4 4 تغيرت ليه زي ما احنا شايفين كده. 2 قدامهم 4 قدامهم 1 قدامهم 2 قدامهم 1. بعد ما منزل بوكاري عمل التغييره دي، فاصبح بوكاري لو خدنا بالنا بوكاري المنطقه الوحيده اللي موجود فيها في الملعب هي جوه ال 18. انا مش عايزك في اي حته في الملعب، انا قلبت الخطه كلها عشان انت تبقى الكات انسايد او الكات شورت ناحيه الجون، عايزك تبقى قريب دايما من الجون. قربت الخطه كلها من 2 4 4، بدات العب ببلاي ميكر صريح اللي هو جوردن ايو، 2 ورا والاربعه اللي قدامهم تمام، وجوردن سوري اندري ايو، اندري ايو نازل بقى هو البلاي ميكر، قدامه 2 الوينجات اللي هم 19 و 24 وقدامهم بوكاري كمهاجم صريح لاقرب نقطه للجون عشان تسلمه يروح على الجون دايركت. الفكره هنا ان انت عندك تنوع في خصائص اللعب ما بين الوينجات جوردن ايو والتاني انا مش متذكر اسمه للاسف الشديد، وفكره الاثنين الفراوده وفي لحظه انياكي ويليامز عشان هوش نزل الشوط الثاني. انياكي ويليامز نزل الشوط الثاني. لا ما بتكلمش على انياكي ويليامز، وطبعا وينج خطير انياكي ويليامز، وفي اثنين خلي بالك احنا ما شفناهمش في المباراه الاولى، دانيال امارتي ومحمد قدوس. طبعا محمد قدوس لو لحق المباراه ان شاء الله ما يلحقش يعني، لو لحق المباراه ايه ده انا الجانب الغني، ان شاء الله يلحق المباراه. لا يا عم لا ان شاء الله ما يلحقش. محمد قدوس واحد من اللعيبه اللي بتستحوذ على الكوره واللي بيعمل المشكله اللي واجهت غانا اللي هي فكره الضغط اللي لسه خليفه وشاب كانوا بيتكلموا عليها. الضغط دايما على حامل الكوره محمد قدوس بيعملها كويس جدا، فلازم برضو نخلي بالنا منه.